مستمعينا من جديد مرحبا بكم، ودائما من خلال نقلنا الفعاليات المعرض الدولي سي بي اش اللي كيتكلم على الجمال وكل المنتوجات اللي كتخص بجمال المراه والمنتوجات ديالها، واكيد حتى الرجال اللي شفنا انهم عندهم حظ اوفر في هذا المعرض هذا. ضروري خاصنا نتكلموا مع المنظمين والناس اللي شرفوا على تنظيم هذا المعرض هذا، لهذا كيحضر معنا حمزه الشقر اللي هو مدير فرع شركه للمؤسسه للمعرض. حمزه مرحبا بك. مرحبا بكم لالا. حمزه اول شيء نتكلم عليه هذه الدوره الرابعه للمعرض، نبغي نعرف ملي كنمشيو من دوره لدوره الا وكيكون يا اما الدورات الاولانيين نقصونا في شي حاجه وبغينا نزيدهم في الدورات اللي تاليين، اولا كيكون نجاح واللي دفعنا اننا نمشيو لدورات اخرين، اشنو اللي دفعك؟ اللي دفعنا كيف ما كتعرفي دابا كل عام كاينه شي حاجه جداد، كل عام كاينه حاجه جديده، الحاجه اللي غادي تدفعك انك هو النجاح تابع النجاح، خاص تقلب على نجاح واحد اخر. هذا الشيء علاش وصلنا للدوره الرابعه، ما يمكنش توصل للدوره الرابعه الا ما كانش عندك نجاح في الدورات اللي قبل منها. نعم هذا هو المنطق. نعم هنا الرؤيه ديالكم في هذه الدوره هذه اشنو كانت؟ واش وسعتوا المجال ديال؟ وسعنا بيان سور المجال، وسعنا المجال للكوسميتيك حلال. ممتاز. يعني كاين منتوجات تجميليه هي حلال، تجميليه بحال صباغه الاظافر ما كتبطلش وضوء، هذا الشيء هو الجديد في لو سالون هذا العام. نعم هنايا العارضين لقيتوا ان كان اقبال كبير او لا احتفظتوا شفتوا ان نفس العارضين اللي دازوا معكم في الدورات السابقه هما اللي كاينين وجاوا وحدين اخرين؟ كاينين العارضين اللي كانوا معنا في الدورات السابقه، كاين العارضين اللي جداد، ولكن اللي جداد كيكونوا اكثر من الدورات السابقه، الدورات السابقه يا اما كيكونوا لقاو مستوردين ديالهم وصافي وما كيعاودوش شي بيان سيغ ما عندوش علاش يجي يعاود. هنايا من هنايا ننطلقوا السؤال ديال اشنو الغايه من هذا المعرض من غير ان كتفتحوا الباب للزوار باش انهم يجيو يشوفوا المنتوجات ويتعرفوا على بزاف الحوايج، ولكن شنو هي الغايه ديالكم المعرض ومن التاسيس ديالو؟ المعرض هو كنقربوا المستهلك المغربي او المستورد المغربي من السوق العالميه. ممتاز. داكوغ، داك الشيء اللي كاين في السوق العالميه ما كاينش ما كيوصلش للمغرب الا بهاد الدورات. دورات ديال التجميل، دورات في اي مجال. نعم. كيكونوا معارض، هذوك المعارض باش كتوصل لك اخر اخر حاجه كاينه في السوق العالميه كيوصلوا بالمعارض. نعم. دونك الناس بلا ما يشدوا الطياره ويمشيو يقلبوا على شركه بلا شركه كيجيو هنا كيلقاو بزاف ديال الشركات، بزاف ديال الاختصاصات ولكن سيكتور واحد. نعم. دونك كيلقاو منها كيديروا دي شونج. يعني وكلاء موزعين غير وكلاء موزعين مستوردين مستهلكين ممكن. نعم هنايا شفنا ان المعرض كيضم كل شيء اللي كيخص الجمال بصفه عامه، يعني كنشوفوا ان المعدات المنتوجات هذا الشيء كامل. هنايا الدوره اليوم هذا اليوم الثاني كيفاش جاتك؟ واش غدا في النصاب ديالها صحيح؟ لا غدا في النصاب ديالها صحيح الحمد لله، اليوم الجمعه وكنا كنتخوفين زعما، ولكن مورا الجمعه ان شاء الله جاو ناس بزاف، جاو ناس بزاف وتحركات القضيه شويه كيفما كتشوفوها وصداع كيسمعوا اون توكا، وان شاء الله غدا كنتمناو اكثر، غدا السبت ان شاء الله كنتمناو من 10 ديال الصباح نبقاو حالين البيبان ديالنا ان شاء الله. هنايا قبل نختم معاك بالمساله ديال المعرض هذه دوره رابعه، اشنو الجديد ديالكم؟ واش كتطوحوا لدوره خامسه؟ اشنو الافكار ديالكم ليها؟ شنو ديما كنطمحوا لدورات جديده، ولكن المشكل ان شنو كنطمحوا واحد اخر هو التنظيم في مدن واحده اخرى. نعم. كاين مراكش ما نساهاش زعما مدينه مزيانه في هذا الشيء. كاينه طنجه. دونك حتى الناس ديال الشرق والشمال كيتلاقاو في طنجه، والناس ديال الجنوب كيتلاقاو في مراكش. نعم. كازا كتبقى لو سونتر، ولكن قربنا منهم اكثر غتكون احسن ان شاء الله. كنتمنوا لك كل التوفيق حمزه الشقر، واكيد مشكور على انك استضفتينا حتى في المعرض عندكم. مرحبا بكم كل وقت. مرحبا بكم. الله يبارك فيك. شكرا. مازال نرجعوا لكم المستمعين والمستمعات مع بقيه فقرات برنامجكم شاده الاسره، خليكم معنا ما تمشيو فين.